لكي احلى واسهل معصور. كل سنه وكل الامهات طيبين. النهارده ان شاء الله هوريكم الهديه اللي جابوها لاولادي في عيد الام، فخليكم معانا ويلا نشوف الهديه مع بعض. هي دي كانت الهديه بتاعتي اللي جابوها لاولادي، ربنا يخليهم ليا وطبعا باباهم اكيد. جابوا لي طقم حلل جرانيت. طبعا احنا عارفين الماركه دي اللي هي سافلون، في كذا ماركه للجرانيت بس سافلون دي تعتبر افضل ماركه للجرانيت. هنشوف هي جواها ايه دلوقتي، هنفتحوها مع بعض ونشوف ايه اللي جواها. بسم الله. دي كده اول حاجة فيهم، طاسة كبيرة مقاس 28، هنفتحها برضو نشوفها من جوه. عجبني ان هم حاطينها كده في الكاس دي، شكلها حلو جدا، ولو اديتوها هدية لحد بتكون يعني شكلها شيك وحلو. ده شكل الطاسة من جوه، هي ورقة عليها التعليمات اللي احنا المفروض نعملها ساعة الاستخدام، وزي ما انتم شايفين خامة الطاسة عاملة ازاي من جوه ومن بره. من ورا مكتوب عليها ان هي صنع في تركيا، وكمان الماركة بتاعتها اللي هي سافلون. طبعا احنا عارفين الجرانيت ما بيلزقش، بس انا لقيت في التعليمات بتاعته ان احنا برضو لازم نستخدم معاه المعالق السيليكون او الخشب عشان نحافظ على الجودة بتاعته. اوكي نشوف ايه تاني معانا هنا. كمان ده الغطا بتاعها الحلو بقى ان هو ستانلس ستيل. في نوع منه بيكون النوع ده ازاز، فاحنا ممكن واحنا يعني بنحطه او ممكن غصب عننا يتكسر، لكن اللي عجبني ان ده النوعية دي افضل. ودي برضو كده اللي هي ليها ايدين من هنا، عجبتني برضو ان حسيت ان المساحة بتاعتها كويسة ان انا ممكن اطبخ فيها كبيرة يعني وتشيل معايا حاجات كتير. ودي كده برضو مقاسها 28، يعني هي والطاسة الاتنين مقاس واحد، بس دي ليها غطا الطاسة ملهاش. الحلة دي مقاس 20، ده برضو الغطا بتاعها نفس النظام برضو ستانلس، وده مقاس الحلة 20. دي كده الحلة الوسط، مساحتها زي ما انتوا شايفين حلوة ان احنا ممكن نعمل فيها رز، ممكن نعمل فيها مكرونة، اي حاجة يعني حسب حجم العيلة عندكم. فدي برضو عجبتني قوي، يعني حجمها حلو. دي اصغر حلة فيهم، المقاس بتاعها 18. دي برضو عجبتني ان انا لو حبيت اعمل كميات في حاجة صغيرة. الغطا بتاعها عجبني قوي نظامهم في تغليف الحاجة من جوه، يعني محافظ عليها وكمان شكلها شيك. ودي كده الحلة الصغنونة اهي، المقاس بتاعها ده زي ما قلت لكم دي اصغر حاجة فيهم كده. دي بقى اكبر حلة فيهم اللي هي الحلة 24. يعني احنا كده معانا الطاسات والحلة اللي هي ده الغطا بتاعها. اوكي ودي
برضو الحلة اللي هي المكان كانت 24. اوكي ده المقاس بتاعها، دي اكبر حلة فيهم. بس عندنا الطاسة واللي هي الطاسة اللي بايدين اكبر منها مقاس 28. كده خلاص هما خلصوا. الطقم ده هو اللي جالي في عيد الام. طبعا حبيت اشكر ولادي جدا وباباهم اكيد. الطقم عجبني جدا، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان فهنستخدمه في حاجات كتير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. واحب كمان اقول لمامتي كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليكي لينا يا رب، ويا رب كده نتجمع على خير قريب. يعني كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. كان معاكم سارة عطية، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.